تابعين معكم مشاهدينا، وكل واحد منا بنهاية السنة بعيد حساباته وبراجع أعماله، والأمور يلي ما كان كتير راضي عنها وعجبته بفكر أنه يتجنبها بالسنة القادمة. مشان هيك اليوم رح نستقبل معنا باستوديو دكتور ريما بجاني لحتى تعطينا التفاصيل كيف لازم نتصرف وكليش بنعمل هيك بالسنة الجديدة. أهلا وسهلا فيك دكتور بجاني. فعلا هيدا موضوع كتير غريب أنه كل شخص منا هيك بيعمل مثل بيلان لكل الأمور يلي عم الأم فيها بالسنة. ليش هيك بيصير هالقصة؟ فوالا، فإذا أول شيء صرنا بننتبه لها وننطر السنة الجديدة تناخد هذه القرارات الجديدة. أول سؤال بينطرح إنه ليه بننطر هيدي أول السنة؟ ليه فينا نعملها خلال السنة؟ أول شيء في هيدا التحول، السنة عم تخلص، السنة عم بتبلش، إلى هيدا معنوية هي الخبرية إنه أنا هيدي السنة خلصت، شو بيخلص معها؟ كل شيء ما حبيته، كل شيء ما بدي أنا أكونه، كل شيء تصرفات عملتها، يعني كأنه شيء مات وعم برجع شيء تاني يعيش. لأنه نحن عادة من وقت ما نخلق لاحقين الأنسان دماغ، يعني وقت ما نخلق خايفين من الموت أو نوصل على الموت، ولو ما هذا التحول اللي بيصير ما بيكون عندنا حتى اسبوار، ما بيكون عندنا امل. سو هيدا التحول على السنه الجديده اول شيء بيعطينا هيدا الامل انه في شيء عم يخلص، وعم يخلص معه الاشياء اللي ما كنا حابينها تنبلش بدايه جديده. لانه صراحه ما رح تفرق بين نهار والثاني، يعني بين 31 كانون الاول وواحد كانون الثاني مش هالتغير الجذري رح يصير. مشان هيك هي عامل نفسي انه انا عم اقول بنهاية هالسنة رح كب كل شيء ما كان عجبني وبلش شيء جديد، اوكي؟ مشان هيك لها كثير هيك بمحل معين أهمية. نعم. اوكي؟ بس مين يلي بياخذوا هيك قرار؟ يلي هن مش راضيين عن حالهم ولا كل شخص منا بياخذ هيك قرار؟ بالإجمال نحكي لنا، ولأنه مثل ما قالت لنا عفاف هي بلوتو بيلان، عم نعمل بيلان، يعني كيف نحن اخر السنه بالشغل بنعمل بيلان، عم نعمل بيلان انه انا شو حبيت، شو مرقت، شو كذا، سو كلنا بنعملها وكلنا بننطر هاللحظه تنعملها، مع انه نحن فينا نعملها كل يوم. مزبوط. ومهم انه نعملها كل يوم اصلا تنقدر نتابع حياتنا، بس هون ليش كمان لها سبب، لها معنى كبير لنا، لانه بترجع تعطينا انرجي، ما هي بحد ذاتها الاعياد بدنا نشيل الطابع الديني لانه كمان له غير معنى بهذا المحل، بس هون عم نحكيها بالاجمال، اعياد اكسترا، هون الانسان بفوت بهيدي اللعبه. مشان هيك راس السنه هو موضوع يونيفرسال، عالمي، بدايه عالميه تعتبر كونيه، كونيه فوالا. سو بيعتبر حاله انا جو في بارتي، انا جزء من هالست مليار، ما بعرف قد ايه صار هلا عدد، جزء من العالم، عدد السكان. مشان هيك هالقد لها معنى، مشان هيك بينطر هيدي اللحظه. شو فرقت بين كانون وايار؟ فينا نعملها بحيلا نهار. سو هون بالنسبه له، وخاصه اهميتها كمان برجع بعيد لانه السنه عم تخلص والسنه عم بتبلش، كمان انا هون عم بنهي يلي انا كنت ما بدي اياه ويلي مضايقني تكرمال بلش عن جديد صفحه جديده في هيدي حتى لو كانت السنه تبعولنا مزدهره ونجاح وكل شيء، ولكن الا ما نتوقف على هذا الامر 100%. وبنقول هون بدي احسن، هون بدي اغير، في اشياء فيها تكون جذريه بنغيرها كومبليتلي، في اشياء لا بنحسن فيها، بتعطينا انرجيه، بترجع بتحمسنا. ممكن بكون لنا السنه ماشيين بروتين معين، مونوتون كذا، هيدي نمط معين، هيدي بترجع بتعطينا انرجي نرجع نكمل. بد فايبس. لما بنحط بيلان قدامنا جديد، نحن شو لازم هلا؟ في بيلان ثاني كمان او في ما بعرف قرارات بناخذها ببدايه السنه بدنا ننفذها، بنقدر ننفذها ولا لا؟ قد ايه نحن بنكون على قد هالقرارات أو المقررات اللي نطلع فيها؟ للأسف للأسف أغلبيتهم، ما أقول ما أكون كثير نيجاتيف وأقول ما بنعمل شيء منهم، للأسف أغلبيتهم ما بنعملهم، ما بنمشي فيهم لأنهم إذا بدك كثير بيكونوا أكبر منا، يعني بتلاقي هودي الأشخاص اللي حاطين هيك مقررات كبيرة بالنسبة لشغلهم، لحياتهم العاطفية، لعائلتهم، كثير بيحطوا أمل كبير على قبل شوي. بدي أقول لكم هي فترة الأعياد بتعطينا هيدي النفحة الجرانديوز، يعني إنه أنا القادر أعمل كل شيء، أنا اللي كذا، بضل في بارت في أشخاص يلي ما كثير بيعيشوا الأعياد بطريقة حلوة، هذا غير موضوع، بتهبطهم، بس أنا عم نحكي عن هالأشخاص يلي بتعطيهم هيدي البوش، سو بلاقي حاله أنا القادر أعمل كل شيء، السوبر مان، السوبر وومن، قادر أعمل كل شيء، بحطوا مقررات شوي
متطرفة، يعني ما مش على قد قدراتهم. هون النصيحة أنه ما تروحوا كتير لبعيد، لأنه هيدا بترجع بيفقدوا الأمل. يعني قديش كانت هيدا المقررات وهيدا التغيير أعطاهم هيك أمل، يعني من بعد الأب بنصير داون، بنصير داون. هون بتقطع الحياة وبتقطع السنة اللي جاية، بنحس أنه بمحلات عم نرجع ننفس، عم نرجع نقشط، لأنه حطينا كتير أمل بهيدي اللحظة إن إحنا شو رح نعمل بهالسنة الجديدة. يعني نحنا ما صار مثل ما بدنا، يعني رح تأثر علينا سلبياً 100%. ولكن شو بيأثر علينا هيدول القرارات نحنا، يعني التفكير فيهم، الدراسة، المخطط اللي ما نقوم فيه بالسنة الجديدة، كيف بتأثر علينا سلبياً أم إيجابياً أيضاً إذا تحققوا أو ما تحققوا؟ 100%. هون أول شيء تنبلش لازم تكون مدروسة قراراتنا، ما نروح بالانفعال وبهيدا الإسبوار الجديد والأمل والإنرجي. بدنا نكون إجرينا على الأرض مثل ما بنقول، ناخد على قدنا، يعني أنا هالقد قول هالقد بدي أعمل، يعني ما نتحمس زيادة، ما نتحمس زيادة. وهون المشكلة، إذا ما تحمسنا زيادة وكنت على قدي بس عم بعطي بوش صغيرة، قادرين نحققهم بمحلات معينة، هيدي بتعطيني أمل للحياة لكمل الحياة بإيجابية. بس نروح هالقد وما اقدر اعملهم، بتصير تقول انا مش طالع يمكن من امري، او مش قادر اعمل شيء، او ما عم بقدر احقق شيء. وانا كل مره هي شوي بتفوت مع قصه الرجيم شوي، مثلا انا الدخان ايضا، التنين رح بلش رجيم على طول، التنين ما بعرف ليه التنين، هو النهار بالجمعه مثلا في بلشوا نفس النهار قررته بالعكس الاحد، كيف بدنا نعمل رجيم الاحد؟ هي سرتو انه محمسه انا انه بدي اعمل رجيم، خليني بلشها بالاحد، لحظتها بكون حماس على طول. التنين بدي بلش، الدخان بس مري هالفتره بدي وقف على طول. نحن بنربطها لانه شوي بكون مربطين ومش قادرين نبلشهم. نفس الشيء بهود الامور، حتى اوقات بنبلشها قبل، يعني بنبلش تنقول على اخر ورا او اخرها للسنه باي أيلول تشرين، خلاص خلاص انا على السنه الجديده رح وقف مثلا هالشغله، فوالا الدخان، او رح بلش سبار، رح ناخذ الامور الصغيره، او ما بعرف رح وقف ما بعرف انه اشياء صغيره، او رح اغير لون شعري. anyway يعني في امور على طول بنقول ليه، لانه مش قادرين صراحه نكون نبلش فيها هلا. وللاسف تجي السنه الجديده وبتخلص ونحن بعدنا بمحلات واقفين، لانه مش قرارنا منه واضح انه ايه بدي كمل، كاني عم كبه لمحل انه يلا جاي الايام وبرجع بعمله، مشان هيك ما بنقدر نتوصل له. يعني ان شاء الله نقدر ناخذ كل القرارات اللي هي مهمه لحياتنا والمضبوطه ايضا، لانه مرات بناخذ قرارات 100% للاسف مش لصالحنا، ولكن ان شاء الله تكون 2017 خير على الجميع وعليك وبدي عايدك، وان شاء الله ينعاد عليك وعلى عائلتك ايضا. ريما بجاني اهلا وسهلا فيك معنا.